بسم الله الرحمن الرحيم. السادة مستمعي إذاعة دبنجة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في أولى حلقاتنا لحديث اليوم من العاصمة الأوغندية كامبالا. نرحب بكم ترحيبا حار. وكامبالا واحدة من المدن الأفريقية التي استقبلت أعداد كبيرة جدا من اللاجئين السودانيين، وبالتالي شكلت مجتمع كامل من اللاجئين هنا في كامبالا. للوقوف على كثير من أوضاعهم سنتطرق في حلقات عدة إن شاء الله في مقبل الأيام لتناول أوضاع اللاجئين هنا في كامبالا. لكن في هذه الحلقة هناك بعض الأنشطة الخاصة باللاجئين. منظمة تنمية مجتمع اللاجئين في أوغندا وشركة بروكسيميتي بيزنس هاب تقوم هذه الأيام ب دورة تدريبية للاجئين السودانيين هنا في أوغندا لتساعدهم في توفيق أوضاعهم من ناحية إيجاد فرص عمل وكثير من القضايا الخاصة باللاجئين. للإفصاح أكثر حول هذه الأنشطة يسعدني كثيرا أن يكون معي مدير منظمة تنمية مجتمع اللاجئين السودانيين بأوغندا الأستاذ سعد الدين عبد الماجد دونجاجارا. مرحبا بك أستاذ سعد الدين، وبداية عرفنا عن منظمة تنمية مجتمع اللاجئين من خلال الاسم. أكيد تقومون بعمل كبير تجاه اللاجئين هنا في كامبالا وأعدادهم أو في أوغندا بشكل عام، وأعدادهم أكيد تزايدت بعد الحرب اللعينة التي شهدتها البلاد. بداية حدثنا عن أبرز مهام والأنشطة التي تقوم بها هذه المنظمة. أوكي، شكرا جزيلا للفرصة، وبرضو خليني أشكر راديو دبنجة عبر الأستاذ عبد المنعم اللي هو الآن معنا في دولة أوغندا، وبالمناسبة لي فخر وإعزاز في أنه لاقيه عشان نقدر نخط أتليس نوضح للناس what are we doing. المنظمة ده in full it is increased though، وبعد ذاك بيعمل في مجالات محددة اللي هو في المجال بتاع التنمية البشرية بطريقة عامة، لكن عندنا أهداف مركزين فيها، وواحد من أهدافنا اللي هو الإدوكيشن، وقاعدين نعمل فوق بطريقة كويسة. الآن عندنا زي 4 أو 5 سنترز على مستوى أوغندا، وبدينا قاعدين ندرس. اثنين، قاعدين نعمل في الويمن امباورمنت، تأثير في المرأة مهم جدا جدا، لأنه إذا المرأة وعت أنا متأكد بكون عندك مجتمع واعي، وده واحد من الخلل اللي قاعدين نلقاه. ثلاثة، قاعدين نركز في اليوث إيكويبمنت اللي هو في التطور بتاع الشباب بطريقة كويسة، لأن الشباب محتاجين في إنه أتليس يلاقوهم عشان يقدروا يفهموا يربطوا الجاب الموجود ما بين الأجيال المرة، ونحن قد يكون من الأجيال الما محظوظين، لكن قاعدين نقول محظوظين ليه؟ لأنه بيجينا نواة بتاع تغيير لمجتمع كبير اسمه السودانيزم. نعم، نحن هنتطرق للكثير من التفاصيل الخاصة بعمل المنظمة والعمل المشترك الذي تقومون به مع شركة بروكسيميتي بيزنس هاب، عنها الأستاذ آدم حسن مدير الشركة. مرحبا بك آدم حسن، وبداية حدثنا عن هذه المنظمة، ويعني اهتميتوا في بداية تأسيس هذه الشركة بفرص العمل الممكن تتوفر للاجئين السودانيين لما يجوا أوغندا. كده حدثنا عن المجال، وهل في فرص بتاعت عمل ممكن تتوفر للاجئين؟ كثير ما يسأل الناس عندما يتحرك من الخرطوم أو يتحرك من أي منطقة في السودان متجه أو قاصد أوغندا، بيتكلم عن هل ممكن أجد فرص عمل في أوغندا. كده حدثنا عن هذا المجال، مجال البيزنس. السلام عليكم، وتحية للمستمعين، وتحية عبرك أستاذ عبد المنعم لكل المستمعين مستمعي إذاعة دبنجة. أنا شاكر المساحة. شركة بروكسيميتي هي شركة ناشئة جديدة في أوغندا، يمكن يكون نحن بعد ما جينا من السودان كانت في مجموعة بتاعت ماركت ريسيرش، أو عملنا بحوث عن الوضع السودانيين في أوغندا، عن الفرص والتحديات اللي ممكن تواجه الناس من ناحية البيزنس. نحن بنهتم بالمجال بتاع البيزنس، وإنه الناس كيف إن هي تنشئ بيزنس سستينابل ومستقر، والناس قادرة تستفيد منه، لأنه الناس من السودان لحد ما تجي هنا فقدت كثير بعد الحرب الدائرة الآن في البلد. نتمنى إنه يعني السنة الجديدة إنه الناس السودان يرجع أفضل من أول، فأكيد الناس جاي هنا بكمية من
او بكابيتال مختصر ودائره تعيش او تعيل اسره الاسر يعني اعداد كبيره. يمكن يكون الاحصائيات الاوليه للسودانيين اللي دخلوا يوغندا في حدود ما بين 11000 ل 12000 موزعين حسب مدن يوغندا، في جزء منهم في كامبالا والجزء الثاني في المدن الشماليه ليوغندا. فالبحث كان انه هل في امكانيه لانه الناس تقدر تقدم خدمه للنازل. نحن عملنا زياره كبيره لتسع مدينة في يوغندا، من خلالها نحن اكتشفنا انه في مجموعة بتاعت فرص، لكن الفرص دي برضو بتحدى بعض التحديات اللي ممكن تخلي الناس ما تقدر تبدأ بصورة كويسة. السودانيين جايين وما عندهم خلفية عن الوضع هنا، عن الاستثمار هنا عامي كيف، لكن خلاص نحن نقدر نغير المفهوم ده، نقدر نخلي الناس تعمل بيزنس بلان واضحة، خطة عمل واضحة في انك تبدا بيزنس، انك كيف تخلي تو انفولف اللوكال كوميونتي او المجتمع المحلي هو جزء من البيزنس حقك. واحده من المشاكل الكبيره انه الناس هي ويتارجت البيزنس البادي هنا هو يعني مستهدف السودانيين الموجودين، ودي واحده من المشاكل اللي خلتنا انه نحن نشرع في انه نعمل المبادره بتاعت التدريب عشان نخلي الناس هي لازم تعرف عن المجتمع هنا شويه، تعرف عن عادات وعن يعني من ناحيه بيزنس. عندنا في البيزنس حاجه اسمها الكونسيومر بيهيفير، سلوك المستهلكين، فلازم الناس تدرس الحاجه دي بصوره كويسه، تعرف الاسواق المتاحه، تعرف انه وين الفرص اللي ممكن الزول اللي يصطادها في البيزنس في انه هو يقدر يوفر اتليست الاحتياجات الاساسيه للحياه. فدي واحده من الحاجات المهمه اللي احنا كان سعينا اساسا احنا، وده الحاجه اللي خلتكم تفكروا في انه يعني تقيموا هذه الدوره التدريبيه المتوقع انها تكون في الايام الجايه. كده حدثنا قليلا ادم حسن عن هذه الدوره التدريبيه وشنو الناس المستهدفين منها بشكل عام منهم. طيب الدوره هي انا شاكر انه مما جيت يوغندا لقيت استاذ سعد، وصراحه يعني من لا يشكر الناس لا يشكر الله، هو يعني قدم لي خدمات جليله في انه نفهم وضع السودانيين هنا سواء كانوا اللاجئين او الناس المقيمين. في فرق ما بين المقيمين وما بين اللاجئين. الزول المقيم هو عنده اجراءات محدده مع الحكومه اليوغنديه، اما اللاجئين هم بيمشوا عن طريق المنظمات او اليو ان. فقدرنا نعرف انه معظم الناس اللي جايه بكابيتال بسيط هي بتسجل عن طريق اليو ان، بتاخذ منه الاي دي، بعد ذاك ممكن تعيش حياتها بصوره عامه. الورشه هي بتقدم انه اول حاجه تعرف الناس بالسوق واحتياجات السوق والفرص المتاحه في السوق. الحاجه الثانيه انك كيف تقدر تبدا بزنس كويس، الكابيتال بتاعك كم والبزنس المناسب للكابيتال. يعني كثير من الناس بتتخبط او بتلجا للبروكرز او السماسرة في ان هم يبحثوا لهم عن بيزنس، ودي واحده من المشاكل الكبيره. اي زول عايز يبدا بيزنس لازم هو يعمل دراسه، الدراسه ما صعبه انك تعملها، فان دي بنسميها الماركت ريسيرش، تعمل دراسه عن السوق، تشوف احتياجات السوق شنو، وتحدد الكابيتال بتاعك وانت مستهدف اي فئه من الفئات. هل انت مستهدف فئات السودانيين، مستهدف السودانيين ذات نوعين، المقيمين ولا اللاجئين، الناس المحليين، الجنسيات الثانية. يوغندا بلد منفتح وفيه كثير من الجنسيات، متعدد الجنسيات، فيه جنسيات كثيرة، فأنت تحدد من البداية أي مجتمع أنت مستهدفه أو أي سوق أنت مستهدفه. في قطاعات كبيرة يمكن إحنا في بداياتنا كنا عملنا جلسة حوارية عن التوضيح للناس بفكرة المجال الزراعي في يوغندا، لأنه يمكن يستحوذ على 60% من الاستثمار في يوغندا، الناس اللي عايزة تستثمر في يوغندا. فالزراعة ذاتها فيها فرص وفيها تحديات. نحن الورشة دي أو الدورة دي هي بنوضح للناس نوعية الفرص وكيف إنه الناس تقتنص هذه الفرص وبأقل كابيتال تقدر تحقق منه ربح مناسب، والابتعاد عن السماسرة الموجودين، والابتعاد عن أول اتباع سياسات الدولة. هنا برضو في سياسات الناس يعني بتشتغل بطريقة همجية، ودي حاجة ما كويسة في حق انك داير تبدأ بيزنس، فالوقعة بتاعتك بتكون قريبة. فشنو الحاجات اللي انت ممكن او الاجراءات الحكومية اللي انت تعملها؟ ان احنا ما قاعدين في بلدنا، الناس عندها احساس انك اليوغنديين هم اول حاجة، يعني دي واحدة ذات من الحاجات، شكرا للحكومة اليوغندية انه خلت السودانيين انه يجوا، لكن دي عدد انطباع للناس انهم قاعدين كأنهم قاعدين في بلدهم، لكن دي حاجة مهمة جدا انه الناس تتبع الاجراءات والسياسات اللي لها علاقة بالبيزنس هنا في يوغندا. فنحن بنوضح للناس بالطريقة دي. أستاذ سعد، يعني حسب كلام آدم هناك كثير من التحديات ممكن تواجه الناس، والورشة دي ممكن أو الدورة التدريبية دي ممكن تعالج جزء كده، حدثنا بشكل يعني شنو أبرز التحديات من خلال إلمامكم بقضايا اللاجئين هنا؟
شنو أبرز التحديات اللي واجهت اللاجئين هنا في ما يتعلق بفرص العمل ومعايشة الوضع هنا في كامبالا؟ اوكي، شكرا جزيلا مره تاني. اول حاجه ده اشكر الاستاذ ادم لانه تتكلم في مجالات كويسه، وبرضه ده خلى انه احنا نكون عندنا حاجه اسمها اللي هو الام او يو اللي بيساعدنا في انه نقدر اتليس نقيم، لانه انت عشان تعمل مع زول الام او يو ده انت محتاج تعرف بالضبط شنو الهدف اللي انت ماشي تقدر تحققه. الهدف مشترك، احنا بنعمل في الاتجاه بتاع السوشيال كوهيجن بطريقه كويس، وبرضه السوليداريتي امينج ذا بيبل هو كامينج فروم السودان. وبعد ذاك برضو عندنا النقاط بتاعت انه في مساحه بتاعت البريميتيف واي اوف هاو تو دو بزنس. سو الناس دي هم ناس ادم جايين ب اللي هو الكمباني اللي هو الكمباني اسمه بروكسيميتي بزنس هاب. زي ما هو يتكلم في النقاط، انا ما ادري اراجع النقاط اللي يتكلم فيها، لكن ده اكد انه في شح بتاعت مفهوم العمل البيزنس ذاته في الدولة هنا. وبعد ذلك ما تنسى انه برضو الناس دي جاية من مناطق مختلفة في السودان، وفي ناس كانوا هم ما تجار قبل كده، لكن قد يكون عندهم شوية قريش شهادة واخوانهم برضو برا بيساعدوا في انه يدوم شوية بيزنس. فلما الكمباني والمنظمة حاولوا انه يساعدوا في المجال بتاعت انه يعملوا اكويبت، يغزوا الزول المفروض يبدأ كيف يقدر يعمل كيف عشان يقدر يكون عنده فوائد ايجابية بالنسبه له ذاته والمجتمع ذاته كله كده منتقل في تطور اجتماعي ثاني حديث. ده محتاج لانه احنا نركز فوقه كويس. النقطه الثانيه برضه انا اقول للمستمعين بتاعنا المره الثانيه انه المنظمه والكمباني شغالين في انه يشتغلوا في تريننج بعد يوم ولا يومين الجايات والثالث يوم سميه زي ما تشاء، لكن متاكد 100% الهدف حيكون في القريب العاجل، ومستهدفين في انه نغذي الزول ده فكريا في انه كيف يعمل في المجال الاقتصادي بطريقه حديثه، لانه الصراع الحديث ده بيجي الصراع بتاع انه وجود والوجود عنده علاقه به الشيء بتاع البيزنس المفروض يكون. في حاجة يعني زي ما ذكرت إنه ما كل السودانيين الجايين من السودان الآن هم قبل كده عندهم تجارب بتاعت أعمال خاصة وكده. يعني في ناس موظفين زول بيكون عمره ما اشتغل أي شغل بتاع بيزنس، وفي باله يجي هنا يلقى له فرصة بتاعت عمل. هل بتتواجد فرص عمل غير العمل الاستثماري بتاع البيزنس الموجود هسين تتكلموا عنه؟ هل في فرص تانية يمكن الناس يلقوها هنا في أوغندا؟ يس، هيكون في فرص كثيره، لانه اول حاجه احنا جايين بالمنظمه بمفهوم انه تو كرييت جوب نوت تو سيك فور جوب، عشان نقدر نصنع الفرص للعمل للناس. دول الريفيجيز اللي بيجي في البلد ده بيلاقيوا صعوبه انه كيف يلقى عمل يشتغل. ده واحد، المنظمه متاحه بتجي تتعاون معنا، بنقدر نمشي لقدام. ان ذا سيم الكومباني موجود جدار يعمل يكفل الجاب بتاعت انه انت كيف تقدر انك تكون حريص وتكون ناجح في المجال بتاع البيزنس بتاعك، والكومباني عنده التكنيك ويز بتاعه اللي بيقدر انه يعمل سبورت للزول اللي هو ما قادر يلقى عمل، وده بيدخله في المجال بتاع العمل. اثنين، برضه الكونسلتنت ان كيس، لانه في زول عنده قروش راس مال بسيط، وفي زول راس مال ذاته بياخد ورش عشان يقدر يستوعب انه كيف يصنع راس المال. وبعد ذاك الكمباني والمنظمه بيساعدوه في انه كيف انه يقدر يمشي خطوه. في تقديري الشخصي انه الجاب الصغير الموجود بتاعت انه في زول lack of knowledge in terms of business it will be available among these two companies. Thank you. شكرا سعد. ادم حسن، يعني حتى الان انتم طرحتوا الاستماره للتقديم في المشاركه في هذه الدوره. كده حدثنا عن تفاعل السودانيين الموجودين في اوغندا مع هذه الاستماره، وكم عدد الناس اللي قدموا حتى الان. يعني في تصوركم متى الورشه يمكن تبدا او الدوره تبدا العمل؟ طيب، الناس المقدمين هو شكل التفاعل اللي تم على نطاق توزيع الاستماره، احنا استخدمنا الجوجل فورم في انه كيف نقدر نجمع، استخدمنا الاستبيانات الورقيه، فعدد الناس المقدمين يعني تجاوز ال 200 شخص، ونحن بنعتقد انه هي فكره كويسه. بس هنستخدم طريقه في انه لاختيار الناس
حسب معرفة الناس بالبزنس. فنحن ساعين في انه يكون عندنا في الايام الجايه سكسسور ستوريز او قصص ناجحه، لان ناس بدت او مرقت من الورشه دي بالتعاون مع ناس اسكريتزو، في انه ناس قادره تنجح وتبدا بزنس مستقر وثابت. فالاعداد يعني ماشيه في تزايد لحد الليله. نحن ما قفلنا الاستماره مفتوحه للناس. نحن بنخطط انه يوم بكره هو يكون اليوم الاخير لانه عشان نقفل الاستماره. نحن بنشتغل as work team مع بعض. في جزء من الناس بيقولوا انه الاستماره تكون مفتوحه لانه نحن لقدام ممكن حتى الناس اللي قدموا وما اخذوا فرصه مثلا في التدريب في المره الاولى، نحن نجدول الحاجه دي للمرات الثانيه، في انه يكون في تواصل لدوره ثانيه وثالثه ورابعه، يكون في استمراريه حتى للدورات عشان الناس تستفيد بصوره عامه. الكلام ده بقدني في انه الناس اللي تكلمت عن 200 متقدم اكيد بيكون في مجالات مختلفه، هل سيتم تصنيف الناس دي على مجموعات اللي يتلقوا تدريبات مختلفه، ام كلهم حيكونوا في 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 دوره واحده في جلسه واحده عشان يتناول المعرفه؟ طيب انا قبل ما عرفت او ما وضحت انه نحن في الشركه بنعمل في شنو، نحن بنعمل في ثلاثه محاور اساسيه. المحور الاول هو نحن بنشتغل في البيزنس ديفلوبمنت بصوره عامه. المحور الثاني نحن بنشتغل في البيزنس تريننج، ده لسه نحن شغالين فيه. المحور الثالث نحن بنشتغل في البيزنس بتاع هو المحور بتاع البيزنس كونسلتنج او الاستشارات. الاستشارات دي بتلمنا مع ناس انفستمنت يعني جايين بكابيتال كبير، فهم دي نيد لانه يكون في كفاءات موجوده. فالناس المتقدمين للدوره في جزء منهم ناس مؤهلين وعندهم شهادات كويسه، والداتا اللي هم جمعوها عندنا دي بتخلينا نحن نخلي الناس دي تو اكسس للمستثمرين اللي هم اصلا عندهم بزنس، وممكن دي ذاتها هي نحن ساعين في انه نحاول نلقى فرص للناس لشغل. يعني اي زول قدم هي فرصه بالنسبه له. الداتا موجوده، لو اي واحد من المستثمرين جاء لاي استشاره وسال من تخصص معين البيانات بتكون موجوده حق الزول، اللي احنا بنقدر نربطك مع الزول المستثمر. يعني يا ريت الناس اللي سمعوا الحلقه والما قدمت يا ريت تقدم، لانه احنا مثلا في الشركه هنا بيجونا ناس ودايرين يبدوا بزنس كبير او عندهم بزنس دايرين يعملوا شيفتنج من السودان لحد هنا، فهم ذاتهم بيكونوا محتاجين لكفاءات. فبتلقى يعني في شكل التوزيع في جزء من الناس نحن دايرين نربطهم مع ناس موجودين اصلا شغالين او بزنس ثابت هنا، وفي جزء من الناس هم دايرين تدريب مباشر. حتى يعني جزء من الحاجات اللي احنا خطيناها في ناس ظروفها يعني اقل، فهي محتاجه لانها تستارت البيزنس بصوره سريعه. في ناس بتقدر تصبر شويه في ان احنا نقدر نفتش لهم وظائف او مع المستثمرين. فنحن حتى في نهايه الجلسه في نهايه الورشه احنا كنا مخططين يكون في دعوه للبرايفت سيكتور او القطاع الخاص السودانيين الموجودين في اوغندا لهم سنين، الناس المقيمين هنا شنو ممكن يقدموا للناس ذيل. نحن ما دارين نقول نحن بنقدم دعم، لكن نحن ممكن نربط الناس مع الناس اللي ممكن يخلقوا بيئه جديده للناس بصوره كويسه. شكرا ادم. استاذ سعد في الجزئيه الاخيره اللي تكلم فيها ادم، في انه انا كنت اخذت اسال في انه بعد هذه الورشه كيف الناس يستفيدوا منها. ادم حسن جاوب في جزئيه مهمه جدا في انه ممكن يتم ربط الناس المتقدمين ببعض الناس اللي عندهم علاقه بتاعهم محتاجين ايادي عامله او كفاءات او اي هنا ممكن يربطوهم مع بعض. فشنو الحاجات الثانيه ممكن الناس يستفيدوا منها في هذه الدوره؟ جميل خالص. ياس الدورة حتفيد، وبرضو زي ما أستاذ آدم يتكلم أنا بتخلي الكلام ده كلام مهم جدا ما محتاج لإعادة بتاعت ريبيتيشن، لكن الفائدة بكون واضحة جدا جدا. أول حاجة بكون عندك ناس قدمت ياس رقم كبير ولسه الناس بتقدم والمساحة مفتوحة للتقديم لحد بكرة. I think ده ممكن يكون ما دار أحدد للميديا، لكن في ترتيبات فنية في إن الناس تقعد تحدد تشوف هل البتاع ده يقيف يقفلوا كده. فدائما قاعدين نكون فليكسيبل في العمل، ليه؟ لأنه نحن بعدين في شغل بتاع شراكات ودايرين أتليس نكون حميمين مع المواطن بتاعنا وقريبين له، برضو نديه الفرص. الجانب التاني ممكن يستفيدوا منه شنو؟ بعد ما يطلعوا من الورشه انا متاكد 100% بكون في يوم ختامي. في اليوم الختامي الناس اللي استهدفناهم حيكونوا عندهم شكل بتاع بروبوزلات مختلفه، لانه بكون في زول شغال في مجال مختلف ويكون في زول ثاني في مجال ثاني، ذاك بكون في مجال ثالث. حسب التصنيف اللي تم بتقدر تفهم انه بالضبط هل
الزول اللي حضر الورشه ده قدر انه يستفيد من الكلام ده ولا ما قدر يستفيد؟ اذا في جزء من تصحيح بيتم من قبل المؤسسين، اذا كمان انه البروجكت كان ناجح وسمينه بنقدر نجي نقفل الجاب مع الدونس الثاني، لانه في نفس اليوم ده حنجيب دونس، الدونس اللي بيجونا دي اللوكو اول حاجه معتمدين على اللوكو بيبل بتاعنا نحن، لانه الاندبندنس از فيري امبورتنت، بعد ذاك الانترناشونال الناشونال ريجونالي، بعد ذاك الانترناشونالي، سو ذات ات ليست بكون عندنا شغل بتاع كولكتيف ورك او التيم ورك، بنقدر انه نصحي للزور ده خط بتاعت انه انت نساعدك بدا ان كيس اذا توجد. ده برضو واحد من المصالح. الحاجه الثانيه برضو الكونكتيفيتي، كيف انه هو يجي يعرفنا وكيف نحن نعرفه، ده برضو انا في تقديري الشخصي نوع من البيزنس، لانه بيساعد في انه يقدر انه يتفاعل مع الواقع، وبرضو يقدر انه يكتسب خبرات جديده في انه لو هو كان في البروبوزل بتاعه كتب حاجه ما كان ايجابي بيتصحح من قبل المؤسسين، وده بياكد طوال انه في نجاح ان كيس اذا عنده البيزنس الصغير بتاعه ينزل في الواقع والناس تباشر موال عمل تكنيكالي، ان كيس اذا هو ما عنده راس المال يصبر لحين انه احنا موزين الناس اللي جبناهم الدونس وقدرنا انه نخترق الناس دي عشان يقدروا هم برضو يكونوا موجودين في الحدث، بيقدر بيغير، وبعد ذاك الدونس ممكن يضغط نفسه ويشوف انه البرنامج ده ناجح فخلينا اخدم الزول ده، فبنجيب الاستاذ بتاعنا ده او المقدم ده ذاته ونربطه مع الزول وبكون خدمنا في تقديري الشخصي. شكرا جزيلا استاذ سعد الدين. احنا في ختام هذه الحلقه من حديث اليوم لا يسعني إلا أن أتقدم لكم بوافر الشكر والتقدير، لأن الزمن بدأ يضايقنا. شكرا جزيلا سعد الدين عبد الماجد، مدير منظمة تنمية مجتمع اللاجئين السودانيين بكمبالا، شكرا جزيلا لك. شكرا الأستاذ آدم حسن آدم، مؤسس مدير شركة بروكسيميتي بيزنس هاب، شكرا لكم جزيلا، ونتمنى أن نلتقيكم في أنشطة أخرى عبر راديو دبنجا. شكرا لكم السادة مستمعي راديو دبنجا، إلى أن نلتقيكم في حلقة أخرى. هذه تحياتي عبد المنعم ماديبو من كمبالا، إلى السلامة.